بس صباح الخير الاول، وبعدين انتوا اللي مصحيكوا بعد النهارده الجمعه، يعني الموضوع مش مستاهل خالص، الموضوع مش مستاهل صحيح خالص. لازم تعرفوا كلكم ان الشعب المصري بقى واعي قوي ازاي الصوره تترسم عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم. الكلام ده مصيبه وموعى منهم كتير، اللي اتعمل قبل كده ما فيش حل تاني. ليه؟ عشان ربنا وعشان انتوا. ما تقلقوش من حاجه، ما تقلقوش من حاجه، ما تقلقوش من حاجه. صباح الخير. لسه جاي من زياره ناجحه جدا ان شاء الله، ومشاركه مصر في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، وكان في احترام يعني ملحوظ جدا من زعماء العالم ودول مصر الجديده بنظر الزعماء. اخبارها زي الفل، كل حاجة ماشية كويس قوي. أنا شايفكم يعني أنتوا يعني أنتوا بتسمعوا كلامهم وتصدقوني وتتعاملوا معاه إنه حقيقة. أنا شايف كده، الموضوع مش كده خالص، ده صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده، عبارة عن كذب واحتراف وتشويه وكتابة إلكترونية شغالة وشوية إعلام يشتغل عشان يقدم صورة مش حقيقية. أنتوا الناس بتكونوا قايلة كده. احنا دمجين قوي ان شاء الله، بلد جامده قوي بيكم. بيك يا ريس، بلد جامده قوي بيكم. الدعوات للتظاهرات والشغل للاسف اللي احنا ممكن نعبر بيه بانه شغل رخيص شويه من قبل الارهابيين، رسالتك للمصريين ايه؟ اصل الرساله دي لسه كنا احنا بنتكلم من اسبوع في الموضوع دوت قبل ما نسافر، وقلنا يا مصريين خلي مش هيسيبوك، مش هيحسبوكوا، لا هيحسبوكوا تنجحوا، ولا هيحسبوكوا تتخانقوا على حاجة، ولا هي حكاية حرب بيننا وبينهم. المجموعة قد كده والشعب كله. يعني بتصدقهم ازاي؟ يعني والإعلام عليه واجب كبير، وعوا الناس أكتر، وتصدوا لشائعات الاقتتال، والكذب اللي بيتقال، وكذب إن هو يتحدد في كل حتة. الناس البساط ما تسيبوهمش، لأن هم ناس هايلين أوي أوي. وهم بيبقوا فاهمين كويس. فمصر مكانها كبير قوي، مش عشان حاجه انها شعبها، مكان مصر شعبها بيكوا يعني. بنشكرك انك موافق تحكم مصر وشايل شريكنا، كتر خيرك وربنا. لا لا ازاي بقى، ده انا ليا الشرف والله. بس متشكرين متشكرين. نعم، عايز اقول لحضرتك فاما السبب فاذهبوا شفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. نفعت الناس وعمرت وحفظت البلاد. الله يسلمك، حفظك الله لنا وحفظ النصرة فيك. اللهم امين يا رب، احفظنا فيه. متشكرين. انا بس عايز اعرف رد فعلك لما شفت التقارير والكتابات ودعم. انا بقول المصريين يوم ما حفلوا، يوم ما حفلوا من المصريين زي يوم التفويض كده 2013 3/7 يوم ما حطوا من المصريين رسالة للعالم كله، ينزل الملايين، لكن مش أقل من كده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. السلام عليكم.